لما سألت نفسي إيه أكتر حاجة بتسعدني، لقيت طبعاً ولله الحمد أسباب كتير للسعادة في حياتي، بس أعتقد إن من أكتر الحاجات اللي بتسعدنا إننا نتشارك السعادة واللحظات الحلوة. وبما إن القاعدة بتقول أن الإنسان كائن يجيد التكيف، فإحنا لازم نتكيف مع الظروف الجديدة ونخترع طريقة جديدة علشان نشارك بعض لحظات سعيدة. يعني مثلاً لو مش عارفين نقابل بعض، نتجمع في أونلاين ميتينج مع بعض صوت وصورة، نتكلم ونتطمن على بعض، وممكن نعمل حلقات ذكر في الأيام المباركة اللي احنا فيها دي. لو مش عارفين نتزاور ونتبادل الهدايا، ربنا يخلينا الأونلاين شوبينج والديليفري اللي نتسوق من عليهم، ونبعت الهدايا لكل الناس اللي بنحبهم ولكل الناس اللي كنا متعودين نهديهم في رمضان. لو مش عارفين نستقبل حد في بيتنا، خلونا نتبادل صور بيوتنا وهي متزينة بزينة رمضان ونتشارك البهجة. لو مش عارفين نعزم حد، نجهز وجبات على قد الناس اللي كنا هنعزمهم ونوزعهم على أي حد محتاج الفطار ده في رمضان. إننا نشارك لحظاتنا مع اللي بنحبهم، برأيي دي قمة السعادة. شاركوا بعض كل اللحظات الجميلة اللي هتعملوها بإيديكم. ليه نستنى السعادة لما ممكن نصنعها بإيدينا؟ ورمضان كريم.